رابط أخبار اليوم احتفالية جمعية النقاد وكتاب السينما بدار الأوبرا المصرية على مسرح الهناجر، وكان لنا هذه اللقاءات مع الفنانين المكرمين. منورانا النهارده في رابط أخبار اليوم الفنانة الجميلة كندا علوش. أهلا بيكي كندا. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. بنبارك لك النهارده على تكريم من خلال جمعية نقاد وكتاب السينما، وعايزين نعرف تكريمك النهارده بيمثل لك ايه؟ سعيدة جدا بيه، فخر كتير كبير ليا ان انا اكون موجودة ضمن قائمة من اسماء المكرمين اللي هم قائمة من اهم النقاد وكتاب وصناع السينما المصرية من تاريخ من بدايات السينما المصرية. انا سمعت اسماء النهارده كنت بذاكرها وانا في المعهد، يعني اسماء كبيرة، استاذ كمال ملاخ، دكتور رفيق الصبان، الكاتب محمد صفاء عامر، الكاتب يحيى أديب، وأسماء كتيرة تانية. هي بالنسبة لنا فعلا فخر، وهي فعلا ليها الفضل في صناعة وفي قيام السينما المصرية والفن في العالم العربي، فأن اسمي يكون موجود ضمن الأسماء دي حاجة تشرفني، سعيدة طبعا جدا بيها. أنت بتتكرمي النهاردة كعضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية، أكيد دي تجربة استفدتي منها جدا. مش بس استفدت، بصي السنة دي كان بالنسبة لي مهرجان اسكندرية مش مجرد مهرجان أنا عضوة لجنة التحكيم بيه، كنت حاسة أن أنا فرد من أسرة مهرجان اسكندرية، حاسة أن أنا معنية أن المهرجان ده ينجح بأي شكل وبأحسن شكل. كان للأسف أنت عارفة في ضغوطات، كان في صعوبات، كان في ظروف أمنية مش فأحسن أحوالها، وبالرغم من كده المهرجان قدر يعدي بشكل كويس. فكنت دايما حاسة بالمسؤولية مع كل القائمين على المهرجان أنه هو يطلع بأحسن شكل ممكن. سعيدة أنه هو كمل على أحسن وجه، وبتمنى أن الدورات الجالسة تبقى أحسن وأحسن، وأنه أهم حاجة أنه هو ما يوقفش، نشوف في كل مكان في كل مدينة في كل مركز من مصر مهرجانات زي دي. السنة دي كانت سنة متميزة جدا على كندا علوش من خلال عملين عرضوا ليها السنة دي، هو على كفة عفريت وغني ران صديقة. كلمينا عن تجربتين الجمال دول وكانوا بالنسبة لك ايه؟ بصي الحمد لله أنا وفقت السنة دي مهنيا سواء بمشروع على كف عفريت أو بمشروع نيران صديقة، قوبل بحفاوة من الجمهور اللي شافه، قوبل برضو حفاوة من النقاد، وتحديدا يمكن عايز أقولك أكتر نيران صديقة، يعني سعيدة كنت بيهم، تعبت جدا جدا جدا، كانوا عاملين للأسف مرهق، يعني مش للأسف بس كانوا عاملين مرهقين جدا. أتمنى السنة دي أوفق بأعمال بهذه الجودة، يعني فيها تتوفر فيها عناصر نجاح زي ما كان في مشروع نيران صديق. كندا علوش وحشتينا في السينما، عايزين نشوفك في عمل سينمائي. بخلص تصوير فيلم لا مؤاخذة اللي هو تأليف عمرو سلامة وإخراجه وإنتاج محمد حفظي، ودلوقتي احنا في الأيام الأخيرة للتصوير. أخيرا بنودع 2013 وبنستقبل 2014، تقولي إيه السنة الجديدة؟ والله بقول ان للاسف 2013 بالنسبه لي كانت سنه قاسيه جدا جدا جدا، يعني سنه مليئه للاسف دم كتير، كان فيها وجع، كان فيها مشاكل، وتحديدا لو اتكلمت عن بلدي سوريا اتمنى 2014 تحمل معاها الفرج والخير على بلدي سوريا وعلى مصر. نشوف بعد ثورة يونيو نشوف خلاص رجع الناس، الحرية رجعت، الناس رجعت تعبر عن نفسها في الشارع في كل المجالات، فأتمنى 2014 تحمل الخير لكل البلاد العربية يا رب إن شاء الله بإذن الله. نورتنا النهاردة في بوابة أخبار اليوم. شكرا. بنرحب بالناقد أستاذ أمير أباظة معنا في بوابة أخبار اليوم، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما. أهلا بحضرتك يا فندم. يا أهلا بك يا فندم. بنبارك لك النهاردة على احتفالية مرور 40 سنة على إنشاء جمعية نقاد وكتاب السينما، وعايزينك تكلمنا عن الاحتفالية دي. النهاردة بنحتفل مرور 40 سنة على تأسيس الجمعية التي أنشأت المهرجانات السينمائية في مصر، هي اللي عملت مهرجان القاهرة السينمائي، هي اللي عملت مهرجان الأسكندرية، عملت مهرجان في أسوان، عملت مهرجان في مجاويش، هي التي أسست للثقافة السينمائية بشكل حقيقي من خلال مهرجاناتها اللي خلت الجمهور المصري أو جمهور القاهرة والأسكندرية بالتحديد يشوف أفلام ما كانش ممكن يشوفها، ويشوف يتعرف على دول ما كانش ممكن يعرف مكانها حتى على الخريطة. بدأنا دلوقتي بنعمل نادي للسينما، هذا النادي بنقدم فيه عروض أسبوعية، عملنا بالإضافة إلى ورش السيناريو ورش الإخراج اللي بننظمها دلوقتي. عايز أقول إن المسيرة مستمرة، وبنقول للأجيال اللي قدمت وأسهمت كتر خيركم شكرا، سواء اللي رحلوا أو اللي معانا ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، بنقول لهم إحنا شكرا، أنتوا أنجزتوا وإحنا إن شاء الله على الدرب سائرون. يعني عايزين نعرف من حضرتك المكرمين النهاردة من خلال الاحتفالية. كتير قوي، يعني رؤساء الجمعية الأستاذ كمال الملاخ، الأستاذ فومي لبيب، الأستاذ محمد صالح، الأستاذ ممدوح الليسي، الأستاذ عبد الحي أديب،
من الفنانين معنا اسم الفنان عادل أدهم، معنا الفنانة كندا علوش، من النقاد معنا الأستاذ علي أبو شادي اللي هو من خارج الجمعية، ثم معنا بقى من الجمعية أسماء كبيرة، محفوظ عبد الرحمن وفايز غالي ومحمد صفاء عامر ويسري الجندي، أسماء كتير جدا 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 هتشوفيهم معنا النهاردة. الخطة اللي حضرتك واضحة للفترة الجاية لجمعية النقاد السينما؟ الفترة الجاية بدأنا زي ما قلت لحضرتك بنعمل نادي السينما أو اشتغل نادي السينما، بنعمل ورش للسيناريو، بنعمل ندوات أسبوعية للكتب، بنقدم الكتب الجديدة، بنجهز لمهرجان دولي لأفلام البيئة إن شاء الله هيكون في يونيو اللي جاي بالتعاون مع وزارة البيئة، حاجات كتير جدا يعني الخطة مليانة ومتخامة قوي يعني. نشكرك جدا معنا ونورتنا النهاردة في أبوابة أخبار اليوم. ميرسي لك. كلمنا النهاردة عن التكريم للكاتب الكبير الراحل عبد الحي أدي. جمعية نقاد وكتاب السينما بيكرموا الأستاذ عبد الحي أديب من لأنه كان يترأس هذه الجمعية لمدة. أستاذ عبد الحي أديب شيخ كتاب السيناريو. أستاذ عبد الحي أديب قيمة كبيرة في عالم السينما والفن. أستاذ عبد الحي أديب اللي ما يعرفوش لو شاف أعماله جنب بعض لا يمكن أتخيل أن كاتبها سيناريست واحد. للتذكرة، بداية من فيلم باب الحديد، امرأة على الطريق، الخائنة، مستر إكس، جناب السفير، مجموعة أفلام أكشن مع النجم فريد شوقي، مذكرات مراهقة، أفلام كتير جدا يعني هقول الملاعين، ليلة البيبي دول، ديسكو ديسكو، مجموعة أفلام لو حطيناها حوالي فوق 126 فيلم لو حطيناهم جنب بعض لا يمكن تقولي ده نفس السيناريست اللي مؤلف هذه الموضوعات المختلفة بأشكالها الدرامية المختلفة بمدارسها الفنية المختلفة. عبد الحي أديب بيشتغل عن روايات عالمية وعن مسرح عالمي وعن أفكار خاصة بيه، وكان راجل محترم يعني. الفيلم اللي مأخوذ عن فكرة يعني أم العروسة لما تقري هي قصة قصيرة، لما تقري للأستاذ عبد الحميد جودة الصحار لما تقري القصة ما فيش صفحة أقل من صفحة ويكتب أم العروسة، كان ممكن ببساطة غير اسمها وينسبه لنفسه، لكن كان فنان محترم جدا ويعطي لكل ذي حق حقه زي ما بيقولوا، ويقول هذه القصة مأخوذة عن الرواية الفلانية المؤلف الفلاني وهكذا. دي قيمة عبد الحي أديب الفنية الحقيقة. القيمة الإنسانية بقى، كان رجل نقي وصافي النفس ومحب للحياة ومحب للآخرين، كان أب حنون جدا. كان أما يزعق كنت أضحك لأنه عارفة أنه بيكذب، بيكذب في الزعيق يعني، ده زعيق فيك مش حقيقي. كان صاحبي جدا، كان في مقام والدي فعلا، كان صدوق وصادق، كان يلتمس دائما العذر للآخرين، كان كبير قوي على الصغائر، ما كانش يقف عند جملة قالت أو ما كانش بيهمه التواجد الإعلامي قوي، أو كان بيشتغل لضميره يعني. عادل قال كلمة دلوقتي وبيستلم التكريم الحقيقة عيط، إنه لأن عادل طلع له بالظبط سبحان الله يعني، اللي خلف ما ماتش زي ما بيقولوا، عادل نسخة من أبوه، نفس الطيبة نفس الحنية نفس الكرم، ما يهتمش بفكرة إنه يبقى موجود إعلاميا وصحفيا وإنه يتقال عليه المخرج الشاب الفظيع العبقري اللي ما حصلش. بابا عبد الحي كان يملك هذه الصفات أيضا. فعبد الحي أديب إنسانيا وفنيا قيمة كبيرة جدا مفتقدينه، لكن الحقيقة باقي بأعماله لأن أعماله ستبقى وستظل في التاريخ. شكرا جدا معنا ونورتينا النهاردة بوابة أخبار اليوم. مرسي أشكرك. مرسي. ومنورانا دلوقتي في بوابة أخبار اليوم مدام لمياء الصحراوي زوجة الفنان الراحل عادل أدهم. بنرحب بحضرتك معنا في بوابة أخبار اليوم. مرسي. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك. مرسي. بنبارك لك على التكريم النهاردة، وعايزين تكلمينا عن شعورك بتكريم الفنان الكبير عادل أدهم في جمعية نقاد وكتاب السينما. مرسي قوي، وانا فرحانه قوي 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 ان بعد وفاه عادل من 18 سنه ما تكرمش، وكان التكريم المفضل واللي كان بيسعد عادل تكريم الجمعيه، فانا سعيده قوي وبشكر امير بيه على التكريم ده. مرسي قوي.
عايزين حضرتك تكلمينا اكتر عن الفنان عادل ادهم، لان جمهوره كان فكر ان هو شخصيه شريره من خلال اعماله اللي كان بيقدمها في السينما المصريه. لا خالص، كان طيب خالص خالص، كان طيبه جدا جدا، لا عكس ادواره خالص. هو ليه كان حاصر نفسه في النوع ده من الادوار الفيلن؟ لا هو عمل كوميدي في بدايته، وعمل سيد قشه كان عامل طيب، وفي سوا الهانم لا كان متنوع، بس هو حبوه في الشر ما اعرفش ليه، لان كان دمه خفيف. كان دمه خفيف، هو اختار ان هو مش هو اللي اختار، المخرجين شايفينه في الحته دي. كلمه منك للفنان الراحل عادل ادهم. بقول له وحشتني، والله يرحمك، والجمعية اللي انت بتحبها وهتكرمك النهاردة، وكان نفسي تبقى معايا، بس انت موجود معايا وبروحك وبعطائك، وجمهورك بيحبك وبيسأل عليا وفاكرك، بس ميرسي ليكم.